هنعمل غريبه. المغريبه طريقتها سهله جدا وبسيطه، بس محتاجه لها سمنه بيضه، ايا كان نوع السمنه اللي انت تعمليها، عايزه سمنه بيضه وتكون ساقعه. سمنه بيضه وساقعه. طيب عندي نص كيلو دقيق معاه ربع كيلو سمنه بيضه وتكون ساقعه في الثلاجه، طن كيلو سكر بودره، بمعنى كوبايتين دقيق، كوبايه سمنه، نص سكر. لو 3 دقيق كوبايه ونص سمنه، كوبايه الا ربع سكر. ده نص ده وده نص ده اهي. للوش بتاعنا طبعا عندنا فستق وعندنا لولي، والعجينه برضو لازم نشوف. قلقانه من موضوع الدقيق. طيب هخلط السمنه والسكر، خلينا مع بعض ايه عشان انتوا برضو نفس النظام لو عندكم في البيت حصلت الموضوع دوت. هنبدا ان احنا نحط السمنه والسكر ونخلطهم كويس مع بعض. وهنا بقى انا مش هحط كميه الدقيق كلها. ليه؟ علشان ما يحصلش معايا زي ما حصل معايا في البتيفور. هحط السمنه والسكر واخلطهم كويس مع بعض لما الخليط يبقى كريمي كده ويبقى ناعم، وهنزل بالدقيق شويه شويه لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. وانت برضو عندك نفس النظام، لو مش واثقه من اسم الدقيق او بقاله فتره كبيره او مش واثقه من الخامه بتاعته او الكلام ده كله، كل اللي هتعمليه هتحطي السمنه مع السكر والسمنه تكون ساقعه، تخلطيها هي والسكر كويس، وبعد كده هنزل بالدقيق معلقه معلقه لحد ما تديني شكل العجينه اللي انا عايزاه، علشان ما اضطرش ان انا احط سمنه تاني. بسم الله. في ناس بتحط بياض بيضه مع الغريبه، في ناس بتحط بياض بيضه. ليه احط بياض بيضه؟ علشان لو انا عايزه الغريبه تبقى مقرمشه معايا. في ناس بتحب الغريبه، هم الطبيعي بتاعها تقول لك ايه، ناعمه يا غريبه. هي لازم تكون ناعمه خالص، ناعمه خالص، دقيق وسكر وسمنه. لكن حته ان انا احط بياض بيضه دي علشان يبقى القوام بتاعها ممسوك، تبقى احس ان هي ايه، فيها تكايه، فيها قطمه كده. لكن انا بصراحه هعملها السنه دي من غير بياض بيض. شايفين؟ بس عندي هنا حاجة انتوا مش شايفينها، اللي هي ايه؟ اللي هي بصوا، شايفين اللي في الأرضية ده؟ ده بصوا، لسه سكر اهو في الأرضية، لسه ما تلمش مع السمنة، لسه ما تلمش مع السمنة. فاعمل كده عشان اخلطه مع اللي طايل العجان، عشان يبقى خدت المقدار كله مظبوط، واخده المقدار كله مظبوط، ما يبقاش في حته سكر او حته سمنه ما اتخلطتش مع بعضها. وابدا ان انا اشغلها في العجان دلوقتي، وعشان حته مشكله الدقيق اللي مقابلانا من اول الحلقه، هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا انزل بالدقيق معلقه معلقه. وانت نفس النظام اعملي عندك كده، اعملي عندك كده، اخلطي الزبده مع السكر او السمنه مع السكر، وانزلي بالدقيق شويه شويه. الغريبه بتتعمل بسمنه مش بزبده، بسمنه بيضه مش بزبده. نيجي كده، المفروض المقدار الطبيعي لو الدقيق كويس هيبقى ايه، نص كيلو دقيق، لكن انا مش هحطه كله علشان يخلط معايا ويديني النتيجه اللي انا عايزاها. في دقيق بيشرب سوائل رهيبه، يعني مهما تحطي له الكثافه بتاعته بتبقى فظيعه قوي، عايز سوائل زياده. علشان كده في البتيفور لما حطينا الدقيق شرب السوائل في ساعتها وكان ناشف وعايز سوائل زياده، عشان كده اضطرينا ان احنا نحط له زبده. وممكن كمان نحط له شويه ميه صغننين قوي نبدا ان احنا نخلط بيهم. لو انت ما عندكيش زبده ممكن نخلط بشويه ميه صغيرين. بسم الله.
نجمع الزبده كده اللي في الجوانب كلها واللي في الارضيه عشان تتخلط معانا. وزي ما انتم شايفين انا ما حطيتش الدقيق كله، وربنا يستر بجد يعني. بسم الله. اعمل ايه؟ بروح ماسكه كده حته الغريبه في ايديا اهي عشان اتاكد ان هي مش محتاجه حاجه تاني. بعمل كده على ايدي. بصوا بقى الاختبار ده مهم جدا. بكور حته الغريبه كده اهي ناعمه ما فيهاش اي تشققات ماشي. بس انا عندي عايزه بقى حاجه مهمه، اروح عامله كده. لو انا ضغطت هنا ضغطه كده وما شققتش يبقى العجينه تمام. تمام جدا. ضغطت ضغطه في النص وما شققتش، معنى ان هي ما شققتش يبقى هي مش محتاجه حاجه تانيه. انا عايزه الغريبه كلها تبقى الحجم ده، عايزه الغريبه كلها تبقى الحجم ده. عندي صاج بالمنظر ده كده، يبقى العجينه كده عندي تمام. مش هحط عليها اي حاجه تانية. شفتوا فضل قد ايه من الدقيق؟ ادي اللي فضل من الدقيق. تخيلوا بقى لو كنا حطينا الكميه دي كلها على المقدار الزبده اللي احنا حاطينه كانت هتطلع ناشفه، ومجرد ما ابدا ان انا اشكلها كانت هتبدا ان هي تشقق وتدخل الفرن تروح مشققه زياده. فليه بقى ده كله؟ عشان كده بقول نختار نوعيه دقيق ممتازه او نوعيه دقيق كويسه مضمونه علشان تديني النتيجه اللي انا عايزاها. نبدا ان احنا نكور كده الغريبه، هتطلع معانا حلوه جدا وهتطلع معانا ناعمه قوي. وزي ما قلت لكم قبل كده ان الغريبه بتتعمل بسمنه بيضاء، مفيش حاجه اسمها زبده صفراء او سمنه صفراء، مفيش الكلام ده، لازم تكون سمنه بيضاء عشان تدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. بس نكور بقى كده جنب بعض ما شاء الله عليها، ونبدا ان احنا نكون محضرين مثلا لولي، محضرين فستق، عايزه تحطي نص بندقيه، عايزه تسيبيها ساده خالص، عايزه تاخدي زي ما امهاتنا كانوا بيعملوا، تاخدي جزء من العجينه حته صغننه كده وتكوريها او تخلطيها مع معلقه كاكاو وتكوريها كور صغننه كده قد حبه اللولي وتحطيها في النص، مش هتقول لك برده لا. بالشكل ده كده هتطلع معانا زي الفل. ما بنشغلش طبعا فوق وتحت، لا بنشغل تحت بس. درجة الحرارة بتبقى على درجة حرارة 150، الغريبة بتستوي على درجة حرارة 150، تحطيها في الفرن يا دوب الأرضية بتاعتها تاخد لون تروحي مطلعاها على طول. في بقى عايزة العجينة نفسها تدخلي فيها فستق مجروش أو تدخلي فيها بسم الله الرحمن الرحيم بندق مجروش، أو عايزة تعمليها بالسوداني اخلطيه مجروش ناعم مش مجروش خشن، ما يبقاش مفروم بس يبقى واضح معانا، وتبداي ان انت تخلطيه مع العجينه نفسها وتبداي تكوري، هتحسي ان انت ايه حاجه مختلفه، وتيجي تاكل غريبه داخل معاها المكسرات اللي انت حطاها هتطلع معاكي زي الفل. بصوا كده بنعمل كده ضغطه بسيطه كده. بصوا انا لما بضغط ما بتشققش ما بتفتحش ازاي. ابدا ان انا احط الفستق بالشكل ده، ممكن تحطي الفستق وتضغطي بيه اهو هتطلع معاكي زي الفل بالشكل ده كده. ممكن اعمل ايه تاني؟ ان انا اكور حبه من العجينه وابدا ان انا احط فيهم اللولي. انا مش لابسه كلافز وشغاله بايديا، عشان احنا في البيت ما بنشتغلش بكلافزات، بنشتغل بايدينا. بس انا لابسه يعني شغاله بايديا اكتر علشان عايزه احس بملمس العجين واشوف النعومه بتاعته عامله ازاي. نعم يلا بينا نعمل كام واحده بس كده نعملهم لولي. بصوا جميله ازاي، صغننه وحلوه جدا ناعمه جدا تمشي معانا زي الفل. درجه الحراره بتاعتنا بتبقى 150
عشان تديني نتيجة مظبوطة. طريقة سهلة وبسيطة، لو الحاجة عندنا خامتها او الماتيريال بتاعها كويس هتطلع معاكي زي الفل، اسهل من بره بكتير وارخص واوفر وانضف، وهيرمي معاكي كمية حلوة قوي. كل سنة وانتم طيبين، ويعيد عليكم كل الايام بخير يا رب. نعمل يعني دي كمان عشان نحط فيهم لولي ونبدأ ان احنا نطلع فصل. بصوا ناعمة وجميلة ازاي، دي فعلا اللي بيقولوا عليها اي ناعمة يا غريبة. عندنا اللولي اهو، ده طبعا صالح للاكل، بيتباع عند مستلزمات الحلواني. زي سكر كده، ما هو الفضي دوت زي سكر كده صالح للاكل. بالشكل ده كده نضغط ضغطه كده. ارجع واقول برضو الغريبه ما بت... لو السكر بتاعها ناس تقول لي ايه نونه الغريبه بتفرش، بتبقى وبتوسع كده بيبقى شكلها مش حلو، ده بيبقى ان انت مزوده السكر. انخلوا السكر كويس هيطلع معاكم النتيجه مظبوطه. المنظر ده كده شايفين انا بطبطب عليها ازاي، او ان انا بضغط عليها ازاي، ولا بتشقق ولا بتعمل اي حاجه خالص، ما شاء الله عليها. الفرن عندي 150، هحط دول عشان لما ترجعوا لي تشوفوا التسويه بتاعتها عامله ازاي.